جهود كبيرة تبذلها الشركة الوطنية للجلود ومشتقاتها يومي العيد لجمع أكبر قدر من جلود الأضاحي. العملية سخر لها أطقم بشرية لإنجاحها، لا سيما وأن هذه الثروة تعتبر كمدخلات أساسية في صناعة الجلود والنسيج والحفاظ على البيئة. كان عندنا هدف باش نجمعوا أكبر عدد ممكن يكون مستعمل. نجم نقول لكم بلي ان العمليه تنظمت بتنظيم محكم، وكانت عمليه يعني مفيده وناجحه، وربما المواطنين هم يكونوا لاحظوا الصدى تاعها في كل شوارع تاع الجزائر، لانه جمعنا عدد اكبر عدد، وحنا وفرنا تقريبا المجمع تاعنا وحده قريب 400 عامل على المستوى الوطني. وفي هذه الوحدة اللي تشوفوا في وحدة الجزائر رويبا أعداد راح توصلنا تقريب 100,000 جلدة اللي رحنا اللي تريناها ونقيناها. غرس ثقافة استرجاع جلود الأضاحي لدى المواطنين، الحفاظ على سلامة القطع الجلدية وتفادي تعفنها، ذلك ما يدعو إليه القائمون على جمع هذه المادة من التجمعات السكنية. احنا رسالتنا للمواطنين انهم يكونوا واعيين باللي عندنا ثروه تاع الجلد. هذه هي ثروه، هي عباره عن ثروه، ولازم يقوموا اثناء الذبح والسلخ يحاذروا على الجلده لانها عندها قيمه تجاريه. الحمله الوطنيه الواسعه التي اطلقت لجمع جلود الاضاحي تهدف بالاساس لتثمين هذه الثروه الحيوانيه واستغلالها بشكل أمثل دفعاً لتنوع الاقتصاد الوطني.